هذا وقد اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيدة ريتينو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية أندونيسيا، وذلك بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. خلال الاجتماع تم التوقيع على اتفاق بشأن إنشاء اللجنة البحرينية الأندونيسية المشتركة للتعاون الثنائي، وذلك انطلاقا من رغبة البلدين في توسيع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون على أسس دائمة ومستمرة. وستكون هذه اللجنة بمثابة آلية لمراجعة ودراسة جميع جوانب العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. خلال الاجتماع أيضا تم التوقيع على اتفاق بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة مع جمهورية إندونيسيا، مؤكدا معاليه أن إنشاء اللجنة البحرينية الأندونيسية المشتركة والتوقيع على اتفاق بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة يجسد مساعي البلدين الدؤوبة لتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي وزيادة التنسيق المشترك، حيث ستدعم هذه الخطوات المهمة جهود تحقيق الأهداف بطريقة منظمة وفي كافة المجالات.